Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen. وستتزايد الانتصارات باذن الله سبحانه وتعالى في كل المجالات. تحرير كامل مديريتي وجب المراد تحرير معظم مناطق محافظة مأرب <applause> كل تلك الجهود باءت بالفشل واستمر شعبنا في صموده وفي ثباته أي توجه سعودي نحو تحقيق السلام في المنطقة سواء مع اليمن أو مع بقية جيرانها في محور المقاومة سنعزز هذا الموقف و سنقوي موقفها لمواجهه اي ضغوط غربيه. ما يهمنا الان هو قضيه تحقيق السلام الشامل والدائم وكذلك رفع المعاناه عن الشعب اليمني. دفعة تبادل اسرى انجزت وعجله لقاءات ومحادثات بين الرياض وصنعاء انطلقت. فأين وصل المسار وماذا بعد؟ وثائق البنتاغون المسربة تكشف مسعى أمريكيا لتقويض التسوية في اليمن كيف تنظر صنعاء إلى ذلك وما قدرة التعطيل؟ عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله سيد محمد البخيتي أهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج بإيجاز نورتنا وكل عام وأنت بخير كل عام وأنتم بخير وكذلك جميع الأخوة المشاهدين الكرام أهلا بك قبل نحو أسبوعين كان في وفد سعودي بيرأسه السفير السعودي محمد آل جابر برفقة وفد عماني زار صنعاء لأول مرة بطريقة معلنة مصورة والتقى المسؤولين في صنعاء وبني الكثير على هذه اللقاءات بالتوازي حصلت أيضا صفقة تبادل أسرى وهي كبيرة وفيها أسماء كانت عصية على أن تكون قبلا في أي صفقة تبادل أسرى سابقة نريد أن نعرف على ماذا تم الاتفاق حتى الان؟ اين وصل هذا المسار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا زياره الوفد السعودي الى صنعاء للمره الثالثه من اجل التفاوض المباشر ما بين صنعاء والرياض، هذه الزيارات كسرت الكثير من الحواجز والتي كانت تشكل عائق امام اي مفاوضات. ففي السابق لم يكن هناك مفاوضات مباشره مع الجانب السعودي واذا كان هناك مفاوضات مباشره فانها غير علنيه وبالتالي تلك المفاوضات قد كسرت الكثير من الحواجز وايضا اكدت ان هناك جديه لدى الطرف السعودي للتوصل الى حل. وقد تم التوصل في تلك اللقاءات للكثير من الاتفاقات حول الكثير من النقاط ونحن الان ننتظر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لم يتم الاتفاق على كل شيء ولكن قد تم الاتفاق على الكثير من الامور وخصوصا فيما يتعلق بالملف الانساني ونحن الان ننتظر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ونحذر فقط الطرف السعودي من المماطلة م. لأن وضع الشعب اليمني لم يعد يسمح تأخير تنفيذ مثل تلك النقاط وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الإنساني أيضا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق عدد كبير من الأسراء من الطرفين وهناك الآن صفقة قادمة سيتم إطلاق 1500 أسير من الطرفين وبالتالي حجم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الأشهر الأخيرة كبيرة بالمقارنة للأعوام الماضية ولكنها ولكن لم نصل الحد المطلوب والمتمثل بتحقيق سلام شامل ودائم يضمن كرامة وسلامة وأمن جميع دول المنطقة وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ بداية العدوان طيب سيد البخيتي في نقاط تفضل بطرحة أريد أن أستفسر عن بعضها لو سمحت تقولون وتحذرون من المماطله هل كان هناك اتفاق بجدول زمني لاعلان ما يفترض ان يكون قبل العيد ام بعد العيد وضح لنا هذه النقطه لطفاً آه آه لا لا لم يكن هناك جدول زمني فيما يتعلق بالتنفيذ ولكن كان هناك تفاهم حول ال أه العودة أه إلى استكمال أه المفاوضات أه وعن قريب أه سيتم استكمال المفاوضات لأن تلك المفاوضات أه يعني أه أه لم تستمر أه بسبب قدوم عيد, عيد الفطر أه المبارك لذلك ستستكمل أه متى؟ هل سيعود بعد بعد العيد إن شاء الله عم يعني عم سيعود الوفد السعودي برئاسه السفير محمد الجابر بعد العيد الى صنعاء ما استطيع التاكيد عليه هو ان المفاوضات ستستكمل بدون الادلاء باي تفاصيل حول هذا الموضوع هل وقع شيء السفير السعودي قبل ان يغادر وإياكم ماذا عيد السؤال هل وقع وإياكم على أي ورقة وقع على أي اتفاق هل يعني كان في إمضاء سعودي فيما تم الاتفاق عليه قبل أن يغادر السفير السعودي أم أم يعني لا ليس عندي علم حول هذا التفصيل ولكن تم الاتفاق على الكثير من النقاط لكن هل تم التوقيع عليها أم لا ولكن تم الاتفاق عليها هدنة تم الاتفاق على هدنه واستكمال التفاوض حول ما تبقى أم ماذا يعني اذا اردنا ان نتحدث عن مسار التصفيه السياسيه عن, عن الانسان عفوا نعم نحن الان في مرحله في مرحله خفض التصعيد وهذه تهدئ. المرحله هي تماما كما كان في الهدنه صح نعم صحيح كان هناك اختراقات لا تزال هناك اختراقات في هذه المرحله لكن ايضا حتى عندما كانت الهدنه لا تزال ساريه المفعول كان هناك اختراقات ربما بشكل اكبر مما هو عليه في خلال فتره خفض التصعيد. والان الحديث هو يجري حول فتح المطارات وفتح الموانئ خلال هذه المرحله التي تسبق تحقيق السلام الشامل والدائم وبالنسبه للهدنه قد اصبحت يعني امر واقع لان السعوديه وكذلك الامارات تدرك ان اي تصعيد سيقابل بالتصعيد ولن يكون في صالحهم فلذلك نلاحظ ان مرحله خفض التصعيد صمدت أكثر مما صمد صمدت الهدنة السابقة وخصوصا قبل الهدنة الأخيرة إذا ما حقق توازن الرد أهم بكثير فيما يتعلق بالهدنة أهم بكثير من الاتفاقات السابقة حول الهدنة طيب ما طبيعة هذه الهدنة يعني ما هو المتفق عليه بهذه الهدنة في تصريحات سابقة لك وكأنه تحدث عن هدنة لمرحلتين من بعدها موضوع الحل الشامل وهذا سنسأل عنه لكن ما طبيعة الاتفاق على هذه الهدنة وهل هي فعلا من مرحلتين؟ هم... هم طبعا بالنسبة للطرف السعودي ودول العدوان بشكل عام هم يطالبون بالتوقيع على هدنة طويلة العجل لكن نحن مصرين أن أننا لن نوقع على أي هدنة طويلة إلا بفصل الملف الإنساني عن الملف السياسي لأنه لا يوجد هناك أي دواعي عسكرية لصالح دول العدوان من أبقاء المطارات والموانئ اليمنية مغلقة وهذا يشكل عبء كبير ومعاناة كبيرة على الشعب اليمني ولكن الآن واقعا نحن في حالة هدنة وإن لم يكن هناك اتفاق حول هذه الهدنة أو تم التوقيع عليها طيب هناك ما يسال عن اجراءات بناء الثقه وخصوصا انه في قصف مستمر على الحدود صعده مثال على ذلك قصف سعودي اي آه نعم الاختراقات لا تزال متواصله من طرف المرتزقه ولكن يتم الرد على المرتزقه او حتى القوات السعوديه، يتم الرد على مصادر النيران بشكل تلقائي ومباشر وكما هناك خسائر في صفوف المدنيين نتيجه الاختراقات للاختراقات من قبل السعوديه ومن قبل مرتزقتها لكن ايضا اؤكد ان هناك خسائر كبيره في قوات المرتزقه وفي القوات السعوديه وبالتالي اي خرق هو يتم الرد عليه بشكل مباشر وعلى مصادر النيران وهم يتكبدون خسائر كبيره في هذا الجانب واذا ما تم التصعيد من قبلهم فربما تعود المواجهات طيب. كما كان عليه الحال في السابق ولكن كما قلت وضعهم الآن لم يعد كما كان في السابق طيب عندما تقولون فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي هل هذا يعني أن الملف السياسي يعمل عليه بالتوازي مع الملف الإنساني والذي يبدو بأن أموره رتبت بشكل أو بآخر حتى الآن سيد البخيتي على ما نفهم من تصريحاتك وإن لم تكن كلها يعني مباشرة الوضوح لكن حتى الأجواء العامة التي تخرج من صنعاء بأنه كأن الملف الإنساني رتب الموضوع السياسي أو الملف السياسي ينطلق بالتوازي أم عند انقضاء الملف الإنساني يعمل على الملف السياسي خلال فترة ثمان سنوات من العدوان كانت كل اللقاءات و المؤتمرات تفشل في تحقيق السلام وحتى في وقف اطلاق النار. وبالتالي نحن نقول لا ينبغي ان نرهن الملف الانساني بالتوصل الى حل شامل ودائم لان هذا قد ربما ياخذ وقت طويل. لذلك نحن نصر على ضروره فصل الملف الانساني مالا فسيتم العوده الى المواجهات المسلحه. فطبعا هم اختاروا ان تستمر يستمر الحصار وتستمر الحرب ولو بشكل منخفض لان هذا لن يكبدهم الكثير من الخسائر ولكن بعد دخول السلاح الجو والصواريخ اليمنيه بفاعليه اصبح استمرار الحرب ليس في صالحهم اصبح وقف الحرب مصلحه مشتركه لذلك هم ابدوا رغبتهم في وقف الحرب ولكن مع استمرار الحصار وطبعا هذا الشيء غير مقبول بتاتا بالنسبه لنا طبعا بالنسبه في المفاوضات في صنعاء قد تم تناول كل الملفات في ذلك الجانب الانساني ما في ذلك انسحاب كل القوات الاجنبيه من اليمن واستعاده اليمن لسيادته واستقلاله، هذه قد اصبحت مبادئ في المفاوضات ما بين صنعاء والرياض، لم يعد يوجد هناك اي خلاف بضروره انسحاب كل القوات الاجنبيه من اليمن واستعاده اليمن لسيادته واستقلاله. لذلك نلاحظ ان امريكا قد تدخلت اكثر من مره من اجل افشال أي تقدم في سنتحدث الموضوع. عن ذلك الزيارات السابقة حصل سنتحدث تقدم عن ذلك آه لكن إذا أردنا أن نتحدث نعم. عن المسار طبعا. السياسي معذرة وأنت الآن تتحدث إن وافقت السعودية على بند خروج كل القوات الأجنبية هذا ضمن الإطار السياسي النقاط التي اتفقت عليها في المجال عم. السياسي آه ما أنا. هي نعم هذه نعم. نعم هذه أصبحت من المبادئ آه المتفق عليها لاننا قد اوضحنا للوفد السعودي باننا لا يمكن ان نقبل ببقاء اي جندي على ارض اليمن ولا يمكن ان نقبل ببقاء ولو شبر واحد من ارض اليمن خارج سياده اليمن هذه مبادئ ثابته لدينا وقد تم يعني التفاهم حولها والاتفاق حولها الان هو فقط كيف يتم تنفيذ ذلك طيب طالما تحدث عن الاطار السياسي وانتم قلتم بانه يفترض ان يكون هناك فصل عن المسار الانساني وهذا ما تصرون عليه هو واقع الان على الارض كما افهم منك عن المسار السياسي وصولا الى اتفاق شامل هذا الاتفاق الشامل ما هو؟ ما هي ملامحه؟ يقول لك من ضمن المشاركات في الأسئلة التي أتتك سيد البخيتي هاني عبدو بعد توقف العدوان ما هي خططكم للمصالحة وطنية؟ وهل أنتم على استعداد لهذه المصالحة؟ هذا يعني موضوع مهم جدا يعني الموضوع السياسي في نقاط معقدة سامحني سيد البخيتي بمعنى هل أنتم يعني تتحاورون مع من؟ يعني في مصالحة من هي القوى السياسية التي يمكن أن تكون حاضرة؟ نتحدث عن مكونات أم عن أشخاص؟ في بعض الأشخاص كنتم في مواجهة معهم تعتبرونهم يتبعون للتحالف السعودي الإماراتي. هذه نقطة يعني تبدو معقدة أو تدفع للسؤال ما دور السعودية هنا والإمارات في هذه النقطة خصوصاً بالنسبة لقوى مسلحة؟ واجهت تتبع لهذه الأحزاب والقوى السياسية كالإصلاح كالاشتراك أو غيرها <applause> كما أننا منفتحين للحوار والتفاوض مع السعودية أو الإمارات أو بقية الأطراف المتورطة في العدوان على اليمن فنحن منفتحين بشكل أكبر على أطراف الصراع في الداخل وكنا نأمل أن يعني يتم التوصل إلى اتفاق داخلي قبل التوصل لاتفاق مع الخارج لأن هذا سيقوي من موقف اليمن في حال التفاوض من الخارج مع الخارج وطبعاً الأزمه في اليمن هي تعبر عن أزمه إقليميه ودوليه أكثر منها أزمه داخليه لأننا كدنا أن نتوصل إلى اتفاق في صنعاء في عام 2015 لولا التدخل دول العدوان المباشر في التدخل العسكري في المباشر على يعني في اليمن فاذا لكن اذا ما توصلنا الى اتفاق مع السعوديه فهذا لا يعني الاستغناء عن الاتفاقات الداخليه مع بقيه المكونات السياسيه ونحن منفتحين في هذا الجانب وقد اكدنا في أكثر من مناسبة على هذا الموقف بل بادرنا بدعوة بقية المكونات السياسية كل الشخصيات ضمن هذه المكونات السياسية بل... وهل هناك تحفظ على بعض الشخصيات ضمن هذه المكونات السياسية نعم طبعا لا بد أن نكون واقعيين من أجل أن تحقق مثل هذه الحوارات أهدافها فمثلا بالنسبة لرشاد العليمي م. هو شخص تم اختياره من قبل السعودية وبالتالي من غير المنطقي أن نتفاوض مع السعودية مرتين بالبداية عبر السفير السعودي و ثم نعيد الكرة مرة أخرى بالتفاوض مع من تم اختياره من قبلهم وهو رشاد العليمي أيضا عندما نتفاوض مع يعني مع أشخاص لا يمثلون آه الأطراف بشكل مباشر ففي هذا الحالة فنحن ندخل أنفسنا في مشكلة آه وأيضا سنواجه الكثير من العوائق لأنه في هذا الحالة هؤلاء الموظفين آه سيعطلون التوصل إلى أي حل لأن التوصل إلى حل معناه فقدانهم لمناصبهم ومراكزهم ووظائفهم هي يعني ليست مناصب وإنما هي في الحقيقة أو في واقع الأمر آه هي مجرد وظائف لذلك قضية التفاوض مع رشاد العليمي هو غير مطروح ولن يفيد هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا هناك أطرافهم ليسوا أطراف لهم قواعد شعبية وامتدادات شعبية وإنما هم عبارة عن موليشيات مرتبطة مباشرة أما بالسعودية وأما بالإمارات. لذلك عندما نتحدث عن قضية الحوار الداخلي فإننا نقصد المكونات السياسية اليمنية التي لها وجود على أرض الواقع والتي لها امتدادات شعبية مثلا كحزب الإصلاح الحزب الاشتراكي أيضا فصائل الحراك الجنوبي مثل الانتقالي أيضا هناك أيضا أصبح مكونات أو شخصيات لها وجود كبير جدا من أمثال الشيخ علي الحريزي في المهرة حيث يتمتع بشعبيه كبيره جدا سواء على مستوى المحافظات الجنوبيه او على مستوى المحافظات الشماليه وشعبيه الشيخ علي الحريزي اليوم تتجاوز الكثير من المكونات السياسيه اليمنيه مثلا عندما نقيس نقيس شعبيه الشيخ علي الحريزي بشعبيه حزب الاصلاح نجد ان شعبيته تتجاوز كثيرا لذلك نحن حريصين ومع ذلك نحن حريصين على ان يشمل الحوار جميع المكونات السياسيه اليمنيه التي تعبر عن من وجود سيوقع شعبي. الاتفاق سيد الرئيس وهذا بخيتي. الحرص يعني هو من أجل. صنعاء اذا وق... تحدث عن صنعاء الطرف المقابل الذي قد يوقع اي اتفاق من هو بشكل سريع لأن الوقت داهمنا سامحني بايقاع بايجاز نعم سيتم التوقيع على هذا الاتفاق بين المكونات السياسيه اليمنيه وهي معروفة سواء التي تقف ضد العدوان او التي تورطت نعم. مع العدوان وهي مكونات معروفة لكن هناك ايضا مكونات جديدة مثلا مثل مكون الشيخ علي الحريزي طيب. الذي ظهر على السطح ولكن طبعا من غير المقبول التفاوض مع ميليشيات آ... اصبح يعني اصبحت مرتبطة بالشكل كامل بالخارج سواء من ناحية الدعم المالي او من ناحية التوجيهات ولا تتمتع نعم. باي شعبيه في الداخل طيب ماذا عن الامريكيين صحيفه ذا انترسبت سيد البخيتي نقلت من ضمن الوثائق المسربه من البنتاغون تحديدا حول هذا المسار واللقاءات التي يعني تجري بين الرياض وصنعاء وهذه الاخيره ويبدو بانها تعمل على تقويض أن يكون هناك يعني أمل بإعداد مثل هكذا اتفاق، وعلى هذا الأساس تم إيفاد بشكل سريع حسب ما نقلت انترسبت بهذه الوثائق المسرّبة لتم ليندر كينج المبعوث الأمريكي إلى اليمن. ما تعليقكم على ذلك؟ هل هناك قدرة للتقويض أو التعطيل الأمريكي بنظركم؟ ويفترض هذا يكون درس، أو أنا أسألك بينكم وبين الرياض. نعم الدور الأمريكي له تأثير للأسف الشديد وقد أثر بشكل سلبي على الكثير من المنجزات التي الإنجازات التي تحققت في ما يتعلق بالتجارب ما بين صنعاء والرياض على يد سلطنة عمان ولا بد هنا أن نشير إلى نقطة مهمة أن الكثير من اليمنيين وأيضا من العرب ينخدعون بالتصريحات الامريكيه والتي تخرج في عاده في في حاله اشتداد المعارك في الدعوه للسلام الى اليمن. وهذه الدعوات هي فقط للتنصل من تبعات هذا العدوان وان يتحمل مسؤوليه ذلك ادواتهم في المنطقه وهذا ما يجب ان تفهمه السعوديه والامارات وخصوصا وانهم يدركون الحقيقه بان الضغوط الامريكيه دائما في اتجاه عدم تحقيق السلام لانها لا لان الحرب لا تزال تمثل مصلحه امريكيه. لذلك اقول اولئك الذين ينخدعون بمثل تلك التصريحات الامريكيه ويعتمدون فقط على التصريحات الامريكيه ولا ينظرون الى الواقع، نقول لهم هناك اليوم هناك قوات امريكيه موجوده في المحافظات المحتله. طيب ما مصير مثل هذه القوات إذا ما تم التوصل لسلام شامل بين اليمن كطرف وبين دول العدوان ممثلة بالسعودية والإمارات كطرف ثاني هل يمكن أن تبقى تلك القوات؟ لا يمكن أن تبقى يوم واحد في اليمن لأننا لن نقبل بأي تواجد ستقاتلونها؟ لا أمريكي ولا بريطاني ولا فرنسي ولا إسرائيلي نعم بالتأكيد هم يعرفون هذا الحقيقة أيضاً الان يعني ما يسمى بحكومه رشاد العليمي قراراتها في الامم المتحده او في المنظمات التابعه للامم المتحده قرارها بيد امريكا لكن عندما يتحقق السلام الشامل والدائم في اليمن ستكون قرارات اليمن مستقله وبكل تاكيد ان اليمن سيتحرك في سياق المصالح العربيه والاسلاميه وفي سياق تحرير فلسطين وهذا الشيء يزعج امريكا لذلك امريكا لا تريد التوصل الى نعم. سلام لا في اليمن ولا على مستوى المنطقه نعم. وهذا ما ينبغي ان تدركه القياده السعوديه والقياده الاماراتيه وكذلك الشعوب العربيه والاسلاميه في نقطه اخيره وبشكل سريع لطفا يجب ان نطرحها بما يجري في السودان وخصوصا في اسئله تاتيك على السوشيال ميديا بانه في ابو ريا عراقي هل تتحمل قوى العدوان مسؤوليتها عن عرقله اجلاء الرعايا والمواطنين اليمنيين من السودان؟ هذا كان سؤال ونحن نتحدث عن يعني دول تقوم باجلاء يعني رعاياها من السودان في هذه الحرب الدائره للاسف والاقتتال بين العسكر. ماذا تجيبون حول هذه النقطه؟ بايجاز لو سمحت. نعم. نحن ناسف انه بسبب العدوان وبسبب الحصار وبسبب الوضع الذي تعيشه حكومه صنعاء لم نتمكن من اعانه اخواننا اليمنيين في السودان وخصوصا وان الحكومه التي تحكم السودان اليوم ولو كانت في حاله انقسام هي علاقتها مع دول العدوان وليست مع اليمن وايضا لابد ان اشير الى ان الازمه الان في السودان هي امتداد للازمه في اليمن والعدوان على اليمن والحرب في اليمن لانه لو لم يتورط قاده الجيش في الحرب على اليمن ما كان حصل هذا الامر في السودان وتحول الى صراع لان معظم الان القوات التي تتقاتل في السودان هي قاتلت في اليمن وخصوصا قوات ما يسمى بالتدخل السريع, السريع الذي يقودها حميدتي وهذه من السنن نعم. الإلهية أنه عادة مثلا عندما حصل العدوان على إيران والتكالب على إيران والحرب على إيران أيام صدام حسين بعد أن توقفت تلك الحرب ما الذي حصل تقاتلوا من تحالفوا ضد إيران وتحمل العالم الإسلامي والعربي الكثير من الأعباء شكرا جزيلا لكم عضو المكتب السياسي في حركه انصار الله سيد محمد البخيتي على هذه المشاركه معنا مباشره من صنعاء في برنامج بايجاز وأشكر لكم مشاهدينا اينما كنتم موعد جديد يتجدد الاسبوع المقبل ودائما بايجاز الى اللقاء